هو يوم خالد مجيد من أيام الوطنية المصرية، يجدد ذكرى المجد والعزة والكرامة لقواتنا المسلحة في الدفاع عن تراب وطننا الغالي وحماية ركائز أمننا القومي. تحرير سيناء يجسد معنى سيادة الدولة المصرية على كامل حدودها وترابها، أنه أمر لا يقبل التهاون، من أجله تهون التضحيات والعطاء والفداء. نسترجع هذه الذكرى المجيدة التي تمثل منبعاً لا ينضب، تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء. إن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام، السعي للتقدم وللزهو. سيظل هذا اليوم عيداً لكل المصريين وتخليداً لذكرى النصر والسلام القائم على الحق.